يا بص، المكان المحدد على الخريطة خطأ. ماذا تكون؟ المكان محدد بكل دقة ووضوح، أكيد أنت المخطئ. يا بص، أنا لفيت مصر كلها، مفيش أي أثر للمكان المحدد على الخريطة. لو وصلت للمكان بصحيح كنت لقيت المطلوب. أنا فعلا يا بص وصلت للهدف، بس لقيته عبارة عن خرابة ومقلب زبالة. You are wrong، أنت فهمت غلط. المبنى قديم جدا، من نهاية قصر عثمانيين وبداية قصر محمد علي، يعني ممكن يكون مش موجود بالكامل، لكن في أي أثار للمبنى. قصر العثمانيين ومحمد علي، طب مش تقولوا كده، خليتوني أشك في قدراتي. أنجز المهمة في أسرع وقت ممكن، الوقت مش لصالحنا، مفهوم؟ علم وينفذ في التو واللحظة. يا ساتر على الحر السنة دي يا عدلات، ده شديد قوي. هو شديد بعقلي يا جمالات يا أختي، ده الشقة عندي نار، مش طايق أقعد فيها، يا دوبك أدخل خمس دقايق وأطلع جري على الشباك. ولا الناموس اللي بيقرصنا ويجيب لنا الأمراض والبلاوي، ونرش مهما نرش مفيش فايدة. الناموس والصراصير هجموا علينا من الخرابة والزبالة اللي فيها، المفروض البلدية تيجي تنظفها وتعمل لهم محضر. يا اختي هتعمل لمين ولا لمين؟ ده الحارة كلها بترمي فيها الزبالة، قولي بس لو صاحبها يجي يبني فيها ولا يعمل فيها أي حاجة مفيدة، بدل ما هو سايبها مقلب زبالة. وهو حد عارف من صاحبها ولا إذا كان عايش ولا ميت؟ ده بيقولوا إن مكانها كان قصر كبير، وبيقولوا إنها مسكونة عفاريت وجن، علشان كده محدش راضي يشتريها. اسكتي يا عدلات، بلاش السيرة دي، يجعل كلامنا خفيف عليهم. يا خراشي، وده أهدى كمان. سمكتي يا حبيبتي، عاملة ايه النهاردة؟ اوعى تكوني زعلانة مني علشان انشغلت عنك طول النهار. طماطم يا طماطم. ايوة نعم يا طمطم. هاتي كيس الفاكهة علشان اغسلها. حاضر يا طمطم. ايه ده؟ استني يا طماطم، هاتي واحدة من الكيس. ما ينفعش يا بوجي يا حبيبي تاكل الفاكهة من غير غسيل، علشان ممكن يكون عليها تراب يضر صحتك، لازم تغسلها كويس قبل الأكل. طيب خلاص، أنا هروح أرسم بقى على ما تخلصوا اللي بتعملوه ده. شوفي يا طماطم، الله دي جميلة قوي يا بوجي. شوفي يا طماطم، شوفي قد ايه ربنا خلق الطبيعة جميلة. فعلا منظر جميل خالص. بس يا خسارة، الناس ما بتحافظش عليها. اشكر الله. عدد كده صح، نبتدي الشغل. اوكي. صدقني يا زيكو، مشروع النت ده مربح جدا، لو عملناه في الحارة هينجح بنسبة 100%. انا عامل له دراسة جدوى وعامل له ميزانية كمان، مش ناقص غير التنفيذ. ايه رأيك تدخل معايا شريك؟ لا، انا بفكر في مشروع تاني خالص، مشروع مهم جدا. مشروع ايه يا زيكو؟ بقولك نت، افهم بقى، مشتل زهور ونباتات نادرة. تضحك عليا يا زيكو؟ انا قلت حاجة تضحك يعني؟ ده انت غريب جدا. مشتل ايه بس يا زيكو اللي انت عاوز تعمله؟ بقولك نت، لغة العصر، تكنولوجيا، IT، ثقافة، معلومات. تقولي مشتل، مين اللي فاضي يزرع ويفلح النهاردة؟ الله، انا عايز الخضرة والورد يبقى في كل مكان في الحارة، حتى جوه البيوت.
عشان الناس والأطفال يستمتعوا بيها، وأنا هساعدهم على أنهم يتثقفوا ويتصلوا بالعالم الخارجي ويعرفوا معلومات أكتر عن كل الدول، وده أهم يا زيكو أهم. لا يا زيكو، لا لا، المشط الأهم عشان نجمل الطبيعة، وكمان ممكن نصنع منها أدوية نعالج بيها أمراض كتيرة، فهم؟ خلاص يا زيكو، انت هتضايقني ليه؟ كل واحد يعمل اللي ريحه، خلاص. ها، انا زعلان ومتضايق وانا جعان وعايز اكل. عايزين ناكل بس. في ايه؟ جيك نفسي تاكله بعد فشل العملية يا فشلة؟ كنا هنطلع منها برشين كويسين، هنغنغ بيهم نفسنا. معلش يا ابي، خيبها في غيبها، المهم ناكل الاول. المهم ناكل الاول، ومره تصيب ومره تخيب. لا مع واوا مفيش حاجه تخيب، لازم كل مره تصيب. انا اللي غلطان عشان اعتمدت على التلفشله زيكم. احنا ما قصرناش يا ابي، احنا كنا ماشيين على الخطه بحذافيرها، ولا ايه يا ابو صباع؟ احنا كنا ماشيين على الخطه بحذافيرها زي ما فتله بيقول. لو ماشيين على الخطه ما كناش فشلنا، انما كله قاعد ماشي من دماغه. لكن معلش، ده مش هيحصل تاني خالص، لازم نفكر كويس قبل ما ننفذ العملية. ماشي، نفكر كويس يا بابا. يلا يلا، فكروا فكروا، ما تعصبونيش. النت هو الأهم طبعا. لا، المشي الأهم، مش كده يا طمطم؟ لا، النت مش كده يا طمطم؟ المشتل يا زيكا، قوليله يا طمطم. ما تقول يا طمطم. أقول إيه؟ هو أنتم مديني فرصة عشان أقول رأيي؟ عندك حق يا طمطم، أنا شخصياً آسف. وأنا كمان آسف يا طمطم، إحنا فعلاً محتاجين نعرف رأيك أنت وبوغي. أنا رأيي إن المشروعين هايلين، بشرط نستغلهم صح. إزاي يا طمطم؟ يعني ما نضيعش طول الوقت على النت في اللعب، وكمان المشتل هيساعدنا في تجميل الميادين والجناين علشان كل الأطفال تستمتع بيها. بقولكوا إيه؟ خلونا بقى في المهم، يلا بينا بقى يا زيكا انت وزيكو عشان نصطاد. أنا مجهز عدتي من الصبح، انتوا تصطادوا وأنا بقى هقعد أرسم. فعلا أنا نفسي نفسي قوي أكل سمك طازة. بيض الأستاذ شكشك. سلام عليكم يا شفيقة هانم. وعليكم السلام يا شكشك بيه. شكشك شكشك، وانا شكشك. نعم يا بابا. انت سيبني واقف على الباب كده كتير ولا ايه؟ ده بابا معايا بس يعني. اتفضلوا. الله، امال فين زيكا وزيكو وزيزي؟ راحوا فين؟ زيكا وزيكو راحوا يصطادوا مع بوجي. زيزي هي اللي في الأوضة قاعدة على الكمبيوتر. تعالوا اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضل يا بابا. ازيك يا زيزي؟ الحمد لله يا عم سكسك. ما تخليكي بعيد على التلفزيون شوية يا زيزي، بس عشان عينيك ما تتعبكيش. ده مش تلفزيون يا جدك، ده كمبيوتر. كمبيوتر كمبيوتر ده ايه مش عارف، ما هو كل التلفزيون يعني. لا يا جد، ده جهاز لتخزين المعلومات والبرامج، وكمان كتب كتير ومجلدات. كتب ومجلدات؟ عليه مكتبات في كل المجالات. يعني مش انت لوحدك يا سبابة اللي عندك مكتبة؟ انا هجيب لكم حاجة تشربوها على بال ما تخلصوا كلام بعزيزي. ما تتعبيش نفسك يا شفيقة هانم. لا لا، ما فيش تعب ولا حاجة، ده البيت بيتكم. وفي ايه كمان الكمبيوتر ده يا زيزي؟ ها؟ اسمه ايه الكمبيوتر؟ في ايه؟ شبكة الانترنت. وايه التت ده نت؟ ايه يعني ايه؟ دي اكبر شبكة اتصالات في العالم كله، لو عايز تعرف اي معلومة في اي مجال تجيبها من عليها. يا سلام، للدرجة دي؟ وكمان تقدر تكلم من عليها أي حد في أي مكان في العالم. يا سبحان الله، كل ده في جهاز كمبيوتر ده؟ يا ساتر. صحيح، علم الإنسان ما لم يعلم. النت خلى العالم قرية صغيرة يا عم شكشك.
فعلا عزيزي، بس الكتاب برضو له قيمته، وانا شخصيا يعني مكتبتي فيها كتب نادرة.